تحية كثير كبيرة للطلاب من الرابع للسادس اللي انضموا إلي لحصة المهارات الحياتية لليوم. معكم المستشارة التربوية منى محاجني، أنا مستشارة ومرشدة في مركز الخدمات النفسية الاستشارية. درسنا لليوم رح يتمحور حول الأحلام. الأحلام تتحقق أحياناً. موضوعنا لنحلم أحلاماً. جاهزين؟ رح نبدأ. رح نتعلم اليوم إنه نحاول نتذكر أحلام اللي حلمنا بيها وإحنا صغار. رح نلعب لعبة شيقة وحلوة، بتمنى إنكم تستمتعوا فيها حول الأحلام. رايحين نتعرف على شخصيات مشهورة وأفراد من أسرتنا اللي نجحوا في تحقيق أحلامهم. رايحين نتدرب شوي ونشد عضلاتنا. رايحين نتعرف على قدراتنا، صفاتنا اللي بتميزنا وبتساعدنا على تحقيق الأحلام. وأخيرا رايحين نعمل خطوات فعلية وبسيطة اللي تساعدنا على تحقيق أحلامنا. انتوا الطلاب الأعزاء، أنا متأكدة إنكم نشيطين وجاهزين لدرسنا اليوم ومحضرين معكم دفتر وقلم رصاص وألوان. رح نبدأ. بداية رح نتذكر حلم اللي حلمنا به وإحنا صغار كثير. كلياتنا، أنا وإنتم، الأولاد والبنات عندهم أحلام وعندهم أمنيات، وبتمنوا إنه هاي الأحلام والأمنيات تتحقق. ممكن يكون حلمي بلعبة حابب أشتريها وأحصل عليها. ممكن يكون حلمي في نشاط اللي حابب أشارك فيه، دورة سباحة، دبكة، رقص. ممكن حلمي يكون إني أنا بحاجة لأخ أو أخت. كلها هاي أحلام، والأحلام أحياناً تتحقق. معنى إنه الأحلام تتحقق إنها تصبح حقيقة وأمر واقع. جاهزين تتذكروا؟ يلا اتذكروا حلم نجحتم في تحقيقه. رح أعطيكم دقيقة لتقوموا بذلك. أنا أكيدة إنه أحلامكم كانت مميزة وساعدتم كثير في تحقيقها. تعالوا نحاول نفكر حول الأحلام اللي تحققت ونجحتوا في تحقيقها. هل كان سهل لكم تحققوها؟ ولا كان صعب؟ هل كان حلمكم عبارة عن حلم واحد ولا عدة أحلام متداخلة ببعض؟ ذاكرين مين ساعدكم؟ كيف شعرتوا؟ أو ممكن إنكم بالمرة بتتذكروش؟ هذا الإشي شرعي، بس لازم نعرف ونتأكد إنه الأحلام تتحقق أحياناً. مهم نعرف إنه في أحلام اللي بسيطرتنا ونقدر نسعى جاهدين لتحقيقها، وفي أحلام اللي منقدرش نحققها ومش بسيطرتنا، مثل إنه ينولد لي أخ أو أخت. هذا الحلم مش بسيطرتي ومش بإيدي وما بقدر إني أسعى إني أحققه. بدي منكم حبايبي توقفوا. رح نلعب لعبة بسيطة وحلوة، بتمنى انكم تستمتعوا فيها. رح اذكر جمل، والجمل كمان موجودة امامكم. اذا كانت الجملة صحيحة لإلكم وبتعبر عنكم ترفعوا ايدكم، اما اذا الجملة ما بتعبر عنكم وغير صحيحة لإلكم ترفعوا رجلكم. جاهزين؟ رح نبدأ. في كل جيل هنالك احلام، شو رايكم؟ احسنتم. كل حلم بالامكان تحقيقه. رائعين. أحيانا الأحلام سهل نحققها، أحيانا يجب بذل جهد حتى نحقق الأحلام، أحيانا نحتاج حدا يساعدنا على تحقيق حلمنا. رفعتوا إيد بلا إجر. أحيانا بحب وبرتاح إني أشارك عائلتي بأحلامي. أحيانا بخشى إني أشارك أحلامي لأنه رح يسخروا مني. شرعي مرات إنه نشعر
بالخوف من المشاركة، بس من المهم ما يمنعنا هذا الخوف بإننا نحلم. في مرة نجحتم بتحقيق حلمكم، وفي مرة عرفتوا وتأكدتوا إنه حلمكم مش بالإمكان تحقيقه. بتمنى إنكم استمتعتوا باللعبة البسيطة. اليوم رح نتعرف على الأحلام اللي بإمكاننا تحقيقها. الإنسان بيقدرش يعيش بدون أحلام، دائما إحنا بحاجة للأحلام، وحتى لو حلمنا بحلم معين وتحقق إحنا مندور على حلم جديد ومنسعى جاهدين لتحقيقه. وزي ما حكيت قبل، في أحلام ننجح في تحقيقها، في أحلام صعب نحققها لأنها مش بسيطرتنا، بس مهم جدا نتذكر إنه نحلم. قبل ما نبدأ تعالوا نتذكر مع بعض أشخاص اللي بتعرفوهم بحياتكم. ممكن هذول الأشخاص أشخاص قريبين منكم، مثل أحد أفراد عائلتكم، أسركم، معلمينكم، أو حدا في البيئة المحيطة فيكم. أو ممكن يكون هذول الأشخاص ابعاد عنكم بس أنتم بتعرفوهم، اللي حلموا ونجحوا بتحقيق حلمهم. الأشخاص اللي نجحوا في تحقيق أحلامهم حول العالم ما نجحوش بتحقيق حلمهم بسهولة، والبداية اللي إلهم ما كانت سهلة ولا كانت طريقهم مفروشة بالورود. كانت البدايات صعبة شوي على بعضهم، لكن رغم هاي الصعوبات، رغم المحاولات الغير ناجحة، ورغم خيبات الأمل الكثير اللي تعرضوا لها، حازوا على التقدير والنجاح من المحيطين فيهم، وقسم منهم حققوا نجاح وتقدير عالمي. حبايبي، مهم نعرف إنه النجاح مش دايما بتحقق، ومش دايما بننجح بتحقيق حلمنا. في أحيانا الحلم اللي بنحلم به والأمنية اللي بنسعى لتحقيقها ما بتيجي بسرعة، وبتستغرق وقت طويل، بس ممكن ننجح في تحقيقها، ممكن ما ننجحش. الآن رح نتعرف سوية على شخصيات عالمية مشهورة اللي نجحوا في تحقيق أحلامهم. طلعوا حبايبي على الصورة اللي أمامكم، بتعرفوا مين هاي الشخصية؟ نعم، مايكل جوردون. مايكل جوردون هو لاعب كرة سلة مشهور. مايكل جوردون ألهم كثير ناس حول العالم، وأصبح لاعب كرة السلة الأشهر عالميا، وكان يلعب بفريق شهير جدا، فريق الـ NBA لكرة السلة. لكن لما نتذكر سيرته الحياتية، مش من الممكن نصدق إنه تم طرده من فريق كرة السلة الخاص بمدرسته لما كان بالثانوية. مايكل جوردون حكى إنه كثير فوت فرص، فوت أكثر من 26 فرصة اللي مش رح ترجع أبدا لحياته. فوت أكثر من 9000 ضربة جيدة خلال مباريات هامة عديدة، وخسر بأكثر من 300 مباراة هامة. مايكل جوردون فشل مرارا وتكرارا، لكن دائما استمر وحاول إنه ينجح. مايكل جوردون حكى وقال إنه نجاحه وشهرته بيعود فضلها للمحاولات الفاشلة الكثيرة اللي مر فيها. جي كي رولينج، عارفين من هاي الشخصية؟ مين هو؟ مين هي؟ تعرفوه؟ تعرفوها؟ فكروا شوي؟ تعالوا نتعرف عليها أو عليه. جي كي رولينج هي روائية وكاتبة سيناريو بريطانية. هي مؤلفة سلسلة روايات الأكثر شهرة بالعالم. كلياتنا شاهدنا الأفلام اللي بتتخصص برواياتها واستمتعنا فيها. نعم، هي مؤلفة رواية هاري بوتر الأكثر شهرة ومبيعا في أرجاء العالم. دعطيكم شوية معلومات عن جي كي رولينج. جي كي رولينج ولدت في بريطانيا. من وهي صغيرة كانت تحب كتابة القصص وكانت تقرأها لأختها. جي كي رولينج بدأت بكتابة روايتها هاري بوتر لما كانت عاطلة عن العمل. في البداية لما أنهت روايتها وحاولت إنها ترسلها للعديد من دور النشر المشهورة والمعروفة في لندن، كل الدور هاي رفضت نشر روايتها. في نهاية المطاف هي ما يأستش وظلت تحاول. إحدى دور النشر في لندن اللي تعتبر دار نشر بسيطة جدا وافقت إنها تنشرها روايتها. الرواية تم نشرها وأصبحت أكثر رواية مبيعا وانتشارا في العالم لحد الآن. تعالوا نتطلع على الشخصية اللي ماثلة أمامنا في الصورة. هاي شخصية والتر ديزني.
سمعتوا عنه؟ بتعرفوه؟ سمعتوا عن ديزني أكيد. تعالوا نتعرف شوي على والت ديزني. هاي الشخصيات اللي عرضها أمامكم لها علاقة بوالتر ديزني، مثل أكيد سندريلا. يا ترى مين هاي الشخصية؟ أحسنتم، الأرنب في أليس ببلاد العجائب، ميكي وميني ماوس، رابنزل، وبينوكيو. كلها هاي شخصيات بأفلام سينمائية مشهورة كثير اللي تم عرضها وإنتاجها من قبل شركة ديزني. كلياتنا بنحب هاي الأفلام واستمتعنا كثير بمشاهدتها. والتر ديزني من المهم جدا تتعرفوا عليه، ولهيك رح أعطيكم بعض المعلومات المهمة عنه. والتر ديزني ولد قبل أكثر من 100 سنة بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت أولى أعماله في الرسوم المتحركة عبارة عن رسم كاريكاتيري لمجلة مدرسته الثانوية. لاحقا قام بإنشاء استوديو خاص فيه اللي استعمل فيه كاميرا مستعملة، كاميرا سينمائية مستعملة، وحاول يرسم بعض الرسومات الكاريكاتورية ويحركها بمساعدة أحد الرسامين الآخرين. طبعا قاموا بالبداية بإنتاج أفلام دعائية بسيطة ومحلية قصيرة اللي كان يعرضوا يتم عرضها في دور السينما المحلية، ما كان حدا يعرفه على المستوى العالمي. بالنهاية قام بإنتاج سلسلة رسوم متحركة باسم أليس في بلاد الرسوم المتحركة اللي ملاقت نجاح. طبعا والتر ديزني بعد كثير خسائر اللي تعرض لها قرر ينتقل لهوليود، وهناك كمان مر بالعديد من الخسائر لحد ما أنتج السلسلة الأولى من المسلسل من الفيلم الشهير أليس في بلاد العجائب. هذا الفيلم خلاه يكون شخصية مشهورة كثير وعالمية. إذا بنستذكر من النقاط اللي ذكرتها بنلاحظ إنه والتر ديزني ما كانت بداياته سهلة، وتعرض لكثير من خيبات الأمل، وتعرض للعديد من الفشل، لكن هو تحدى ذاته وتحدى الظروف وحاول واستمر بالمحاولة لتحقيق حلمه، وسعى جاهدا لحتى يحقق حلمه، وأصبح بعد فترة من الشخصيات المشهورة عالميا، وإله العديد من الأفلام السينمائية اللي كلياتنا بنحبها وبنشاهدها لليوم. كمان إله منتزه ألعاب عالمي شهير في الولايات المتحدة وفرنسا، طبعا ديزني لاند. من المهم نعرف أنه لما سئل والتر ديزني عن الأسباب اللي ساعدته على تحقيق حلمه، حكى وقال: أنا حتى أسعى لتحقيق حلمي استخدمت الخيال، والخيال معناه أنه نتصور شغلات ونحققها ونحولها لأمر واقع. كمان حكى وقال: أني أنا كنت متفائل في كل خطوة كنت أقوم فيها، كنت دايما أفكر بطريقة إيجابية وأتوقع الأفضل. استخدم الإبداع، وأكيد اجتهد كثير وبذل جهد كبير لحتى يحقق نجاحه. من الجمل الشهيرة اللي قالها والتر ديزني هي: إن كان بإمكانكم أن تحلموا بشيء فإنه بإمكانكم تحقيقه. ذكروها مليح لهي الجملة، أي إشي بتحلموا فيه بإمكانكم تحققوه. قبل ما نبدأ بحلمكم الشخصي، تعالوا ننزل شوي من عالم الشهرة وعالم المشاهير لعائلتنا وللأشخاص المحوطين فينا. تعالوا نفكر بأحد أفراد أسرتنا اللي نجح في تحقيق حلمه. فكروا مين هو؟ ممكن يكون أبونا، أمنا، أو أحد الأعمام، الأخوال، جدي، عمي، أو جار، مش عارف، حدا من المحيط فيكم. حاولوا اكتبوا أو ارسموا قصة نجاحه في تحقيق حلمه. إذا متوفر حدا هسه حواليكم، بإمكانكم التوجه لإله وسؤاله: ما هو الحلم اللي كان؟ كيف تحقق؟ مين كان هناك من أجله وساعده على تحقيق الحلم؟ هل حلمه رغم الصعوبات بقي نفس الحلم ولا تغير بسبب الظروف؟ هل كان سهل لإله بتحقيق حلمه ولا كان صعب عليه أنه يحقق هذا الحلم؟ إذا كان عندكم أسئلة إضافية أو أفكار إضافية وحابين تسألوا عنها، اسألوا ما تترددوش. رح أعطيكم لإنجاز هاي المهمة 3 دقائق.
أنا أكيد إنكم سمعتوا أحلام كثير مميزة، وبتمنى إنه الأحلام المميزة والمثيرة للاهتمام اللي سمعتوها من أفراد أسرتكم راح تساعدكم وتعطيكم دافعية لتحقيق حلمكم. ممكن نتصور ونتخيل إنه الأمر بيبدو هيك بسيط جدا، مجرد إننا نحلم وحالا راح يتحقق حلمنا. لكن الأمر مش هيك، في أحلام راح تضل أحلام، وفي أحلام راح ننجح في تحقيق جزء بسيط منها، وفي أحلام راح ننجح في تحقيقها وتحقيقها بقوة. إذا رغم كل ذلك إنه في أحلام بننجح في تحقيقها وأحلام لا، ليش من المهم إننا نحلم؟ فكروا. ممتاز، من المهم إننا نحلم لأنه الحلم بيعطينا أمل، بيعطينا دافعية انطلاقا نحو الحياة، بيعطينا قوة لنبذل جهد، وبيعطينا هدف اللي إحنا بنسعى لتحقيقه. وهيك لما بيكون عنا حلم بيكون عنا إرادة إصرار إننا نحقق هذا الحلم وإننا نبذل جهد عشان نوصل لهدفنا. رح أطلب منكم الآن توقفوا، رح نعمل تمرين صغير بتمنى إنكم تستمتعوا فيه. بدي توقفوا وتحاولوا ما تحركوش جريكم، ثابتين، أحسنتم. الآن بدي تميلوا وتديروا كل جسمكم لجهة اليمين بحيث إنه بالمرة ما تحركوش جريكم. أنا أكيد إنه قسم منكم نجح، بس في قسم حرك إجره لو بشكل بسيط. بدي منكم تسترخوا شوي، خدوا نفس، تعالوا نحاول نعمل التمرين كمان مرة. جاهزين؟ يلا نوقف، نحرك شجرينا شيلة نهائيا، نلف كل جسمنا لجهة اليمين أكثر ما بنقدر بدون ما نحرك جرينا. الآن نجحتم؟ عملتوا التمرين بشكل أفضل؟ أنا أكيد إنكم نجحتم وعملتوا بشكل أفضل. تعالوا نفكر ليش بالمرة الثانية إحنا نجحنا بعمل التمرين بشكل أفضل. أحسنتم، لأنه ما تنازلناش، لأنه ظلينا نحاول واستمررنا نحاول. كمان بنصحكم إذا ما نجحتوش بوقت فراغكم تعيدوا على التمرين، لأنه لما إحنا بنحاول ونستمر بالمحاولة محاولتنا بتساعدنا على التقدم بشكل أفضل وأحسن نحو تحقيق هدفنا، نحو تحقيق حلمنا. ما تنسوا دائما حاولوا. من المهم نعرف ونفهم الأشياء اللي بتساعدنا على تحقيق حلمنا. اليوم راح أعلمكم خطوات مهمة جدا لحتى ننجح في تحقيق حلمنا. جاهزين؟ تعالوا نتعرف على هاي الخطوات. بالطبع من المهم جدا يكون عندنا حلم، هدف اللي بنسعى لتحقيقه. من المهم جدا نتعرف على ذاتنا، على قدراتنا، على مميزاتنا، على الصفات اللي بنملكها، وهي الصفات بإمكانها تساعدنا على تحقيق حلمنا. كمان شغلة مهمة، من المهم جدا نتعرف على الأشخاص اللي بإمكانهم مساعدتنا على تحقيق الأحلام. وما بكفي كل هاي الخطوات إذا ما عملناش خطوات عملية وأساسية نحو تحقيق الحلم وما بلشناش. بهاي اللحظات رح نحلم، رح أطلب منكم تنفذوا الخطوات اللي رح أقولها وتمشوا معي تدريجيا. بدي أطلب منكم تغمضوا عينيكم. أحسنتم، الآن حاولوا إنكم تتخيلوا إنكم رح تلتقوا فيه بعد سنة من الآن. بدي تفكروا بأمر بسيط جدا اللي بإمكانكم القيام فيه وإنتوا حابينه كثير وبتطوقوا لتحقيقه. ممكن هذا الأمر أو هذا الحلم يكون له علاقة بالمدرسة، بأصدقائكم، أو بعائلاتكم، أو بإشي بتتمنوه إنه يصير ويحدث معكم، أو إشي تتلقوه. حاولوا تفكروا وتتخيلوا انكم نجحتوا بتحقيق هذا الحلم، انه هذا الحلم حدث واصبح امر واقع وحقيقه. كيف راح تعرفوا انه هذا الحلم تحقق؟ كيف راح تشعروا في حال تحقق هذا الحلم؟ كيف شعرين الان؟ الحلم تحقق، بايش بتشعروا؟ احسنتم، انا اكيد انكم شعرين بمشاعر كثير حلوه ولطيفه وايجابيه. الآن بدي تفتحوا أعينكم وتكتبوا رسالة لأنفسكم. ممكن كمان نستعين بالرسم. بهاي الرسالة رح تتحدثوا عن حلمكم، لكن الرسالة مش بتاريخ اليوم، الرسالة بعد مرور عدة أشهر على تحقيق حلمكم وإنتوا كنتوا قد نجحتوا بتحقيقه.
مهم جدا خلال هاي الرسالة رح تكتبوها لأنفسكم، تتطرقوا للأشخاص اللي كانوا معكم بهذا الحلم، الإشي اللي حدث، كيف شعرتوا، ماذا شاهدتم أو ماذا رأيتم بهذا الحلم. جاهزين؟ رح أعطيكم 3 دقائق لهاي المهمة، بتمنى تستمتعوا. أنا أكيدة إن كتبتوا أو رسمتوا أحلام كثير مميزة ورائعة، بتمنى إنكم تشاركوها وما تخلوها وتحاولوا تحققوها كمان. هل تتذكرون ماذا علينا أن نعمل حتى نتمكن من تحقيق حلمنا؟ ذاكرين؟ إيش حكينا؟ تعالوا نشوف مع بعض. حاولوا؟ يلا نحلم، نتعرف على قدراتنا، نتعرف مين بإمكانه مساعدتنا والخطوات اللي لازم نقوم فيها. للآن حلمنا. الخطوة الثانية اللي رح نتعرف عليها ونقوم بها سوية ومع بعض هي التعرف على القدرات والقوى اللي بتملكوها اللي بتساعدكم تحققوا أحلامكم. لهيك بدي أطلب منكم تحضروا قائمة بالأمور الجيدة اللي أنتم بإمكانكم تقوموا فيها. مثلا أنا كثير ممتازة وجيدة بالرياضة، كثير ممتازة بالرياضيات، كثير ممتازة بالدبكة. وانتو شو الامور اللي انتو جيدين فيها وبتقدروا تقوموا فيها؟ ما هي قدراتكم او صفاتكم اللي بتساعدكم على النجاح في تحقيق حلمكم؟ رح اعطيكم دقيقتين للقيام بهاي المهمة، بس تذكروا لازم تكتبوا على الاقل 10 قدرات. انتو بتقدروا 10، انتوا انا متاكده واكيده انه انتوا عندكم اكثر من 10. 10 شيء بسيط بالنسبه لكم. جاهزين؟ دقيقتين.
طلابي الرائعين، فعلا انتم عندكم قدرات رائعه جدا وصفات كثير مميزه، وانا اكيد انه هاي الصفات والقدرات راح تساعدكم على تحقيق احلامكم. في نهايه الحصه من المهم جدا تتوجهوا لاحد افراد الاسره او احد البالغين في البيت، شرط يكون حدا بالغ، او تتصلوا هاتفيا لاحد الجدات وتطلبوا منهم يكتبوا كمان هم 10 امور اللي انتم تعرفوهاش عن حالكم او ممكن تعرفوها عن حالكم بس انتم بتجيدوها. بعد ما ينهوا بكتابة هاي القائمة من المهم جدا تمسكوها وتطلعوا عليها وتشوفوا شو الامور الجديدة اللي انتم اكتشفتوها عن حالكم اللي ذكروها في القائمة وانتم ما كنتوش شايفين انكم تملكوا هاي القدرات وهاي الميزات. كل حدا فينا في عنده جوانب بحياته مميزة اللي بكونش منتبه لإلها، في كمان جوانب بحياتنا أو بشخصياتنا أو بصفاتنا منحبش نحكي عنها، بس مهم جدا نعرف هاي الميزات المميزة والرائعة اللي فينا اللي حوالينا قادرين يشوفوها، والشغلات اللي إحنا مش كثير منحب نحكي عنها ومنحاول نتجاهلها كمان، هل اللي حوالينا شايفينها وبيقدروا يميزوها فينا؟ لحتى نحاول نحسنها مهم جدا نعرف اللي حوالينا شو شايفين فينا مميزات وصفات. لهيك تخافوش وتترددوش، حاولوا تسألوهم وفكروا. الخطوة الثانية اللي رح نعملها مع بعض، مين بإمكانه مساعدتي على تحقيق حلمي؟ أحيانا في كثير أحلام اللي إحنا عشان ننجح في تحقيقها نحتاج لأشخاص اللي يساعدونا لحتى نتمكن من الوصول لهدفنا وتحقيق حلمنا. ممكن هؤلاء الأشخاص يكونوا أحد أفراد الأسرة، ممكن يكون صديق، أو ممكن يكون مرشد معلم لإلي اللي يساعدني على تحقيق حلمي. الحلم اللي أنتوا فكرتوا فيه وحلمتوا فيه وبتحاولوا تحققوه وشفتوا قدراتكم المميزة اللي بتساعدكم على تحقيقه، مين كمان من الأشخاص اللي ذكرتهم الآن بإمكانه مساعدتكم على تحقيق هذا الحلم؟ رح أعطيكم دقيقة تفكروا مين بإمكانه مساعدتكم على تحقيق حلمكم، سواء كان أحد أفراد الأسرة، صديق، معلم، مرشد، مدرب. جاهزين؟ يلا. فعلا أعزائي كل الأشخاص اللي فكرتوا فيهم راح يسعدهم كثير إنهم يساعدوكم على تحقيق حلمكم، تترددوش تتوجهوا لهم وتطلبوا المساعدة. تعالوا نتذكر كمان مرة للآن شو احنا عملنا؟ حلمنا؟ تعرفنا على قدراتنا؟ فهمنا مين بإمكانه مساعدتنا؟ تبقى علينا خطوة واحدة بالضبط، الخطوات العملية والفعلية اللي لازم نعملها لحتى نحقق حلمنا. الآن راح نقوم بتحديد الخطوات اللي لازم نعملها لحتى ننجح في تحقيق الحلم. قبل ما ننتقل للخطوات اللي لازم نعملها، من المهم جدا نتذكر دائما إنه هاي الخطوات لازم نحطها في جدول يومياتنا ويكون إلها جدول زمني محدد وواضح. مهم جدا إنه تكون خطوات بسيطة، ما نحط على حالنا كثير خطوات اللي بالأخير راح نيأس وراح تضغطنا ومش راح نتمكن من عملها. كمان مهم جدا نحط خطوات اللي راح تشكل تحدي لإلنا اللي نصر إنه ننفذ هاي الخطوات وننجح فيها. لحتى تفهموني أكثر راح أعرض عليكم مثال. مثلا حلمي إني أنقبل لفريق كرة اليد اللي موجود في مدرستي في السنة القادمة. لما فحصت قدراتي لقيت إني أنا رياضية جيدة، عندي قوة، عندي إرادة وإصرار.
لما فحصت مين بإمكانه مساعدتي لتحقيق حلمي، لقيت إنه أهلي، أمي وأبوي رح يسعدوا كثير في مساعدتي. كمان مدربة الفريق في المدرسة رح كثير تسعد بإنها تساعدني. وكمان ما بنسى صديقتي اللي دايما بتشجعني وبتدعمني وبتوقف معي. مهم جدا الآن أحدد شو الخطوات اللي لازم أعملها لحتى أنجح في تحقيق حلمي. بالضبط، من المهم جدا إني أتدرب على الأقل مرتين بالأسبوع. ممكن أستعين بصديقاتي المقربات مني خلال التدريب، أو أحد أفراد العائلة، أخوتي، خواتي. كمان من المهم جدا إني أنضم لفريق كرة اليد، والآن إذا أمكن الآن أنضم لفريق المدرسة الآن. الآن أنتوا مهم جدا تفكروا شو الخطوات اللي لازم تعملوها لحتى تنجحوا في تحقيق حلمكم. راح أعطيكم 3 دقائق للقيام بكتابة خطوات عملية وفعلية، ذكروا تكون بسيطة وفق جدول زمني لحتى تتمكنوا من تحقيقها، ما تكون ضاغطة وما يكون كثير خطوات. 3 دقائق. أحسنتم، تذكروا أنه دائما الخطوات لازم تكون بسيطة ومش معقدة ومش كثيرة، وتشكل تحدي لإلكم وتكون ضمن جدول زمني. الآن هاي الخطوات والأحلام، كل الأشياء اللي حكينا عنها، حلمكم، قدراتكم، مين بإمكانه مساعدتكم، شو لازم نعمل، شو الخطوات اللي لازم نتبناها لحتى ننجح في تحقيق حلمنا، رح نقوم بوضعها من خلال دليل حلمي، رح أسميها دليل حلمي، أو من خلال مؤشر اللي بإمكانه مساعدتكم على تحقيق حلمكم، اللي يذكركم دائما بالخطوات الأساسية لتحقيق الأحلام. مهم جدا هذا المؤشر أو هذا الدليل تحطوه في مكان اللي دائما بتشوفوه وأمام أعينكم، ممكن داخل يومياتكم
أو تعلقوه على مكتبتكم أو على خزانة غرفتكم أو أي محل بتحبوا، بس دائما يكون أمامكم تقدروا تشاهدوه ويذكركم بتحقيق أحلامكم. جاهزين؟ إذا راح نجهز دليل حلمي أو مؤشر لتحقيق الأحلام. راح يكون فيه ما هو حلمي، قدراتي، مين بإمكانه مساعدتي، والخطوات اللي لازم أعملها. راح أعطيكم 3 دقائق لتحضير هاي المهمة، بتمنى تستمتعوا فيها. وهيك طلابي الأعزاء، اليوم صار عندكم حلم، عرفتوا شو حلمكم، حددتوا القدرات اللي موجودة فيكم اللي بتساعدكم على تحقيق حلمكم، عرفتوا وحددتوا من الأشخاص والشخصيات اللي بحياتكم بإمكانها تساعدكم على تحقيق حلمكم، وحددتوا لحالكم خطوات اللي راح تنفذوها لحتى تنجحوا في تحقيق الحلم. ما تنسوا إنه المؤشر اللي جهزتوه تحطوه في مكان اللي يكون أمام أعينكم حتى يذكركم دائما بحلمكم. والآن ماذا تبقى لنا؟ ببساطة إننا نبدأ ونسعى لتحقيق حلمنا. درسنا وصل لنهاية اليوم، لكن قبل ما أنهي من المهم جدا نلخص الأشياء اللي تعلمناها اليوم. اليوم تعلمنا إنه من المهم جدا إننا نحلم. الحلم موجود في كل الأجيال، ما بتوقف عند مرحلة عمرية معينة، احنا دائما نحلم في كل جيل. في كثير اشخاص اللي بنعرفهم من محيط عائلاتنا او المحيط اللي قريب منا اللي حلموا احلام معينه ونجحوا في تحقيقها، نتذكرهم دائما لحتى يعطونا دافعيه على تحقيق احلامنا. احيانا راح نصاب بخيبات الامل في طريقنا نحو تحقيق الاحلام، لكن خيبات الامل هاي مش لازم تكون عائق او عقبه امامنا في تحقيق الحلم، لازم تكون هي دافع
اللي يخلينا دائما نصر على تحقيق أحلامنا، لأنه زي ما شفنا اليوم كثير شخصيات مشهورة ونجحت في تحقيق أحلامها، كان كثير عقبات أمامها وأصرت على تحقيق حلمها. لتحقيق الحلم هنالك 4 مراحل من المهم جدا القيام بها: نحلم، نتعرف على قدراتنا المميزة والخاصة فينا، مين بإمكانه مساعدتنا، ووضع خطوات عملية وفعلية لتحقيق الأحلام. رح نتمكن من تحقيق أحلامنا، لكن مرات رح ما نتمكن من تحقيق أحلامنا. نتذكر دائما أنه عشان ننجح في تحقيق الأحلام الطريق مش دائما سهلة، لهيك لازم نستمر بالمحاولة لتحقيق الأحلام، ونكون فخورين بالأحلام اللي ما تمكننا من تحقيقها، إن على الأقل حاولنا وبذلنا جهد. وتذكروا إنه بإمكانكم إنه تحلموا بأي شيء بدكم إياه، وإذا حلمتوا بشيء معين فبإمكانكم تحقيقه. قبل ما أنهي لقائنا لليوم، بتمنى إنكم شعرتم بالقرب رغم البعد. بتمنى عليكم ما تكونوا بمفردكم ولحالكم. دائما كونوا على تواصل مع العائلة والأصدقاء والمعلمين، وشاركوهم بمشاعركم بأفكاركم وبالأمور اللي بتمر عليكم. خبروهم عن التجارب الجديدة اللي واجهتوها، عن مهارات جديدة اكتسبتوها. كمان ما تنسوا تهتموا بالآخرين وتبدوا اهتمام بيهم. بتمنى إنكم استمتعتوا معايا اليوم، وإلى اللقاء في درس مهارات حياتية. شكرا لكم كثير، إلى اللقاء.